استاذ ياسر انا اوثق لك اليوم من مستشفى الشفاء هذه الحاله الثالثه وحسب متابعتي ويا جنابك انه الاسبوع الماضي بعد الشهيد هشام وكذلك علي مبارك ناحيه القبله اليوم اتواصل وياك ويا الحاله الثالثه من مستشفى الشفاء تم تعذيبه في مكتب مكافحه جرائم البصره للاسف الشديد وخلال حديثي وياك طالبنا وزير الداخليه ورئيس مجلس الوزراء ان ياتي الى البصره ولكن للاسف الشديد عدم الاهتمام بقضايا الامنيه وقضايا التعذيب للاسف الشديد ضحايا وذهاب الضحيه الثالثه بهذا الموضوع انا طالب من خلال قناتك واطالب من خلال برنامجك يا استاذ ياسر ان ياتي وزير الداخليه ورئيس مجلس الوزراء وان يعقد مجلس مصغر على مستوى امني في محافظه البصره المادة 37 الفقرة جيم تحرم التعذيب النفسي والتعذيب الجسدي على كل مواطن وإن كان متهماً لكن للأسف الشديد في ظل هذه الحكومة التي توصف من قبل البعثية من قبل المواطن بالحكومة البعثية قاموا بالتعذيب على مستوى الجريمة الشعب الخامسة في زمن صدام حسين الموضوع مرفوض جملة وتفصيلاً استياء واضح من قبل جميع المواطنين وشيوخ العشائر لذلك يجب أن يتم القصاص والمحاكمة من كل ضابط وكل من كل ضابط وكل من تسول له يده تعذيب أي مواطن أو إنسان محافظة البصرة أو في جميع محافظات العراق العزيزة شكرا جزيلا. حياكم الله. ويبقى التعذيب مستمر في البصرة من المسؤول. طيب هذه الأرواح اللي دا تروح بسبب عدم وجود نظام دقيق يميز بين المتهم والبريء. ثالث شخص يموت بسبب التعذيب. يا أخوان فهمونا محافظ البصرة شنو دوره. طيب ماكو جهات رقابية تحاسب لو خلاص الغلط ما حد يقدر يقول له أنت غلط بالبصرة. القانون بالبصرة وين؟ من نسمع ونشوف العرف العشائري يسود بالبصرة والله يا عمي حقهم لأن القانون هناك ما يحميك بس العشيرة تحميك وهذا واقع تعذيب بصورة علنية وبالأخير يموت ونسمع من الجهات الحكومية الأسف فقط والاستنكار إذا الحكومة بنفسها تستنكر وترفض هذه الأعمال لعد منو يحاسب منو يعاقب والله ما تقولون فهمونا شنو الموضوع بيا زمن عايشين احنا بيا مكان قتل خطف تعذيب ترهيب تهديد والحياة تستمر وفق معادلة القوي يأكل الضعيف وللتفاصيل أكثر ينضم معي الناشط علي العبادي من البصرة صباح الخير عليك يا علي علي حدثني عن الحادثة الثالثة اللي تعرض لها أحد المواطنين بسبب التعذيب وتوفى تفضل يا علي إلك الجو صباح النور استاذ ياسر وتحيه لك والبرنامجك وكل مشاهديك الكرام الرحمه والمغفره لكل ضحايا التعذيب في السجون وبالخصوص جرائم مكتب جرائم البصره سمعتك تعلق وتقول استاذ ياسر تقول القانون الى اين او القانون وين انا اقول لك القانون فقط على الفقير وفقط على البريء مو على المجرم نعم والدليل استاذ ياسر السجون سجن الحوت في الناصرية كل أوتات القتلة والماردي واللي قتلوا جميع أبناء الشعب العراقي من داعش والخطرين مدللين معززين مكرمين أنواع الأكل فندق 7 نجوم مو 5 نجوم بينما متهم بريء يعني مو يم الموضوع يدخل للمكتب مكافحة الجرائم يلقى حتفه ويموت يعني هذا القانون اللي جاي انت تحكي به استاذ ياسر علي شنو المعلومات علي اذا تسمح لي شنو المعلومات اللي قدرتوا توصلون الها او اللي حصلتوها بشأن هذه الحادثه المعلومات استاذ ياسر المعلومات بالمناسبه شوف القانون اللي نحكي به احنا يعني ما شاء الله في كل الدول اكو دقه مثل ما تكلمت حضرتك دقه ونباهه يعني هم طلعوا بالتلفزيون على القناه الرسميه امراه هي اللي قتلت هذا الشخص وانتهى موضوع خلاص انتم تجرحون لربما يجوز يعني قضايا التحقيق واحنا ما نتدخل بهذا الموضوع خلاص لزمت المتهم واعترف بالموضوع واكو جاي تاخذ يعني قضايا شهود وما شابه زين انت اثناء التحقيق يا استاذ ياسر واحنا نقول دوله عراقيه ومرسوم جمهوري ودستور وقضاء زين انت من تاخذ المتهم ليش تعذبه؟
اكو شيء اسمه في كل يعني الانظمه الدوليه اكو شيء اسمه ادله وثبوت وقاعده وادله ومثل ما تقول اقوال للمتهم. نعم. انت تاخذه وتدخله بالسجن وترفع فلقه وتطجه بالقنينه وحاط لك هوك تعلق بيه نساء ورجال والصريخ للظهر اللي صاير. حتى بعض الناس بعض المناطق القريبه من 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 هذا الموقع للتعذيب استاذ ياسر. نعم. في زمن التظاهرات موجوده المقاطع صريخ الشباب بالليل هاي في زمن التظاهرات. يعني هو انت الموضوع هنا خليه سمعه وزاره الداخليه على المحك. يعني نعم. حتى الناس اللي اذا تريد تتوجه للمكاتب وزاره الداخليه او المراكز الشرطه حتى بالتالي تاخذ حقوقها بعد ما تثق بالضابط. علي 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 ذوي المتوفي هذا الشخص بريء استاذ ياسر. ذوي المتوفي الثالث علي اذا تسمح لي علي ذوي المتوفي الثالث اللي توفى على حسب اقوالكم بسبب التعذيب شنو كان رد فعلهم؟ شنو الاجراءات اللي راح يتم اتخاذها من قبلهم؟ يعني بالنسبه للشيخ عامر الدبات الباحث اللي نزل بيان وزاره الداخليه ما راح تكشف تفاصيل الموضوع باعتباره تعرف هي مو اول حاله هاي. نعم. ولا ثالث حاله. نعم. هذا مسلسل طويل لكن تعرف بعد مرات تنكشف وتطلع الريحه بعد ما يسيطرون عليه. نعم. شيخ عامر الدبات بالعراق صرح قال اذا وزاره الداخليه ما اعطت تفصيل حقيقي ومهني بالتالي راح يكون نزول بتظاهرات في جنوب العراق لهذه العشيرة. أكو شكوى قدمت للشؤون. نعم. واليوم أكو وقفة أمام قيادة شرطة البصرة الساعة 5 عصرا. هذا بالنسبة على مستوى العشيرة. أما بالنسبة إحنا كمختصين بمجال حقوق الإنسان أستاذ ياسر وأتكلم بصراحة إليك، إحنا جاي نحضر ملف على قضية السجون وقضية التعذيب في للمتظاهرين والاغتيالات وما راح نقدمه يعني بالعراق عشان صراحة لك. نعم. ما عندنا ثقة راح نقدمه. نعم. بالمحاكم الدولية إن شاء الله. أه. بس يكمل الملف نقدمه لأن صراحة الموضوع طلع من الطريق. يعني أستاذ ياسر أكو موضوع إحنا نريد نركز به. نعم. بالعراق الجديد أكو مصطلح إحنا نريد نعرف هو مكتب مكافحة الجرائم لو مكتب الجرائم. أنا ما أعرف صراحة أسأل وزير الداخلية. إذا مكتب مكافحة الجرائم فيا عزيزي اكو ضباط مهنيين واكو قانون واكو دستور واكو حقوق انسان واكو قضاء. نعم. مو صح لو لا. اما اذا مكتب الجرائم معناها رجعنا الزمن صدام حسين والشعب الخامسه والتعليق. زين علي الجرائم السابقه او الاحداث السابقه للشخصين اللي توفوا بسبب التعذيب شنو وين وصلتوا بيها؟ وين وصلت قضيتها؟ بالنسبه للتحقيق للاجهزه الحكوميه شوف. نعم. انا منها يعني انا اسالك سؤال خلي اربطها شويه. تفجير مدينه الصدر مو كذبوا الارهابيين مجرد تخدير اعصاب للمجتمع باعتباره تعرف ما شاء الله ربعنا مثل الفراغ علي حتى ما نطلع حتى ما نطلع خارج الموضوع حدثني لا بالموضوع نفسه بس مجرد انا لا ما اطلع من الموضوع هذا بوصل لك رساله ومن خلال قناتك مجرد لجان تحقيقيه. نعم. ما لها اي نتائج استاذ ياسر والدليل هاي الحاله الثالثه وانا متاكد الحاله الرابعه والخامسه والسادسه راح تجي بس بدون زين زين اهله اهله جماهيري بالتالي حصل على نتائج. علي اهل الشخصين اللي توفوا اللي صار لهم اكثر من 5 ايام او 10 ايام شنو اللي الاجراء اللي اتخذوه؟ رفعوا دعوه وجهتوهم انتوا بس اسمح لي انتوا كناشط مدني وكناشط بحقوق الانسان وجهتهم التوجيه الصحيح بانه يتجهون الى القانون لو شنو اللي صار؟ يعني بالتاكيد الناس هي تؤمن بالقانون استاذ ياسر، اهالي ذوي الضحايا قدموا دعوه. نعم. بالشؤون التابعه لوزاره الداخليه، تعرف يعني هذا المكتب متخصص ودقيق في نقل المعلومه واكو قضاء وما شابه. نعم. لازم تعرف اكو اجراءات وجثه لازم تعرض للتشريح واكو نتائج، يعني هاي اجراءات قانونيه راح تمشي. نعم. احنا باعتقادنا اكو تسويف بالموضوع. شلون؟ اكثر من 3 الويه اجت للبصر استاذ ياسر. كلف وزير الداخليه بس احنا ذولي ما نريدهم الصراحه. احنا نريد رئيس مجلس الوزراء ونريد وزير الداخليه يجي. نعم. اسال سؤال انا من خلال قناتك، شنو السبب ما يخلونا ندخل للسجون؟ يعني مثلا مكتب مكافحه الجرائم هو غير قانون وغير مفتوح للاعلام، خلي يدخلونا خلي نشوف احنا مو احنا اختصاص ومسجلين رسميين، خلي ندخل نشوف جاي يصير بالسجون.
أم هناك أمور خفية؟ المشكلة بالموضوع يعني مدير الجرائم لحد الآن ما مغيرينه للأسف الشديد ولا تم إعفاءه، وكأنه هو تحدي للجماهير والمثقفين والأشعار. علي تملكون تملك وثائق؟ تملك وثائق؟ أقول لك عندك وثائق تأكد بأنه أكو تعذيب داخل السجون في البصرة؟ بالتأكيد، وعندي والدليل قبل تقريبا 4 أيام أحد الأطباء في أو الدكاترة في جامعة البصرة قدمناه بحلقة مباشرة بأحد القنوات. نعم. وأدلى بتصريحات خطيرة، الصور ينقل لي معلومات وعندي إفادات خاصة من عنده. الصور حتى النساء يلبسونه بناطير ويعلقونه بالهوك أستاذ ياسر، بالقنينة، الصعق بالكهرباء، أنواع التعذيب. حتى توصلنا أخبار من بعض الشخصيات أنه في الطب العدلي، يعني جيت السجن الطب العدلي يخفونه ما يبدون الموضوع يطلع للإعلام. أكو خفايا بالموضوع، نطالب وزير الداخلية لجان مختصة تشرف على هذا الموضوع في السجون وخصوصا جرائم البصرة. يوصل صوتكم إن شاء الله يا علي. أنا أشكرك لانضمامك معي في البرنامج، شكرا جزيلا. نبقى بالبصرة وبالوثيقة. السيد النائب جواد الموسوي يكشف عن شبهات فساد بأكثر من 4 مليار دينار في دائرة صحة البصرة. شباب الصور يمكم، هاي الوثائق واضحة أمام الجميع. خلال تجهيز أكثر من 1900 جهاز طبي ضمن منحة 20 مليار المتعاقد عليها من قبل دائرة صحة محافظة البصرة. شوفوا الكتاب واضح وأمام أنظار السيد الفريق الأول أحمد أبو رغيف وهيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية والسيد دولة رئيس الوزراء. شوفوا على لسان السيد النائب وبكتب رسمية. شوفون الوثيقة الثانية اللي هي هاي تنص مثل ما ذكرت، يتهمهم ب 1900 جهاز طبي اللي اتوقع السعر اللي بيهن مخالف جدا، ملايين تفرق بين جهاز وجهاز. خليني اطلع الكتاب يمي بالتليفون حتى اوضح لكم شنو الفرق اللي هو صار بين جهاز وجهاز اخر وشنو اللي رصده الموسوي واللي قام برفع كتاب إلى هيئة النزاهة. والمفروض أكو تحرك على هذه الأمور لأن هذا هدر واضح بالمال العام يا أخوان، هدر واضح، وأحنا في ظل ظروف اقتصادية صعبة جدا. خلي أشرح لكم الموضوع. جهاز دي آر سعر التعاقد عليه مع الدولة بسعر 228 مليون دينار عراقي، بس هو سعره بالأسواق 85 مليون دينار عراقي، أي يفرق ب 143 مليون دينار بالجهاز الواحد. سمعوا الفرق. مونيتير أمريكي سعر التعاقد 19 مليون دينار، سعره بالأسواق 9.5 مليون. جهاز فيني فيور، يعني ما أعرف عن المصطلحات الطبية لكن أذكر اللي مكتوب قدامي، سعر التعاقد عليه 12 مليون دينار، سعره بالأسواق 6 مليون دينار. شوفوا الفرق يا أخوان، شوفوا الفرق. أيضا جهاز دي سي سعر التعاقد عليه 10 مليون دينار وسعره بالأسواق 6 مليون دينار. جهاز دفاية سعر التعاقد عليه 5 مليون دينار وسعره بالأسواق 1 مليون. وجهاز فيديو اللي هو أيضا أتوقع للأشعة وهيك شيء، سعر التعاقد عليه 18 مليون دينار وسعره بالأسواق 2 مليون دينار، يعني يا أخوان 9 أضعاف. يعني شوفوا الهدر الكبير بالمال العام، شوفوا الفساد بعينه. وهذه بالوثيقة ما أدري شو كنت تتحركون. نتمنى بأنه يصير أكو تحرك جاد من هيئة النزاهة والتحقيق بهذا الأمر وتوصلون إلى نتيجة وتعرضوها إلى الإعلام حتى نعرف شنو اللي دا يصير بأموال العراق، وين دا تروح أموال العراق اليوم. حتى هو المقاول نفسه يا أخي ما يحترق قلبك على بلدك.
من تضيف 9 أضعاف أو 10 أضعاف من السعر. أوكي لنفرض أجهزة رقابية فاسدة وسهلت لك الأمر. زين تمام، أنت مو هذا بلدك يا أخي، مو تطلعون وتنظرون وتحجون وإحنا في ظل ظروف اقتصادية صعبة ولازم نوقف ولازم ندعم ولازم نكون إيد واحدة، وبالأخير قفلتها أنتو حرامية نشالة لا أكثر ولا أقل. وهذا هو الواقع اليومي اللي دي يمر به العراق. شنو ليش على أساس هالفرق هذا الشاسع؟ يعني يمكن التجهيز كله سعره يوصل إلى 1 مليار، هم يمكن حتى ما يوصل، ومسجل 4 مليار، يعني فرق 3 أو فرق أكثر. يعني تدرون هاي الأمور نقدر نستغلها، نقدر نوفر بها شيء يخدم المواطن في البصرة، لكن مع الأسف هذا الفساد الواضح وأمام أنظار الجميع. خلينا ناخذ فاصل ونرجع لكم. إلى الناصرية والهدر أيضا في المال العام خلال جزرة وسطية سليمة. خليني أشرح لكم هذه القصة قبل ما ناخذ مراسلنا علي الهادي ويوضحها لنا أكثر. جزرة وسطية اللي هي موجودة بين سايدين سليمة ما بيها شيء، يجي بصورة علنية وأمام الجميع وبكل صلافة يفلشها ويعرضها للاستثمار بحجة إعمار شوارع ذي قار. بيا منطق هذا الشيء؟ بس فهموني، بيا منطق وبيا عقل اللي يستوعب هاي الفكرة، هاي الفكرة الفاسدة اللي يرعاها المفسدين، يهدم هاي الجزرة الوسطية ويرد يسوي نفسها وبنفس المواصفات، لكن من أجل أنه يصرفون الأموال، لأن ما يعرفون وين أموال زايدة. بدل أنت ما تسوي عمل بهاي الجزرة، بلط زين، ابني لك مستشفى، ابني لك مجسر، ابني لك جسر أسخام بعينك، بدل ما تصرفها هيك والتلفس بيها. لكن هذا الفساد الواضح في بلدنا. ينضم معي علي الهادي مراسلنا من الناصرية. صباح الخير عليك يا علي، حدثني بالتفاصيل عن الجزرات الوسطية اللي هي عبارة عن هدر كبير للمال العام في ذي قار. لك الجو يا علي، تفضل. صباح الخير عليك ياسر وعلى كل المشاهدين الكرام. من ذي قار لمدينة الحرف الأول وهذه المسميات الكثيرة، مع الأسف أصبحت ذي قار البؤس، ذي قار الفقر، ذي قار الحزن، ذي قار المعاناة، ذي قار الفاجعة للأسف. والآن ننتقل إلى ذي قار المتلكئة بمشاريعها ومن بعض حيتان الفساد. أتحدث لك اليوم ياسر عن موضوع واحد أو عن مشروع واحد فيما يخص مشاريع الفساد في محافظة ذي قار. المشروع اللي يعني قضية الجزرات الوسطية، نعم. بين شارع أو بين جسر قيثارة إلى الشارع المؤدي إلى مرآب الناصرية الموحد، اللي أصلاً مرآب الناصرية هو مشروع بوحده هم بقضية وهم بفساد وهم بمشكلة. اليوم هذا الحكومة المحلية من سلمت هذا المشروع بأنه إعادة الجزرات الوسطية بجزرات حديثة بأعمدة ديكورية بأشجار. كان بالسابق أصلاً هذا المشروع هو فيه أشجار ولا يحتاج إلى شيء، يحتاج فقط إلى صبغ للأرصفة وصيانة بسيطة. هذا ما ذكره المحافظ السابق المكلف عبد الغني الأسدي. هذا المشروع قال يحتاج إلى أمور بسيطة جدا، لكن المحافظ اللي قبله هو اللي سلم هذا المشروع، لكن بعد ما قدر أن يتعالج سلم لأمر ولقضايا فساد. اليوم من بلشت الشركة، بلشت بأعمالها، بدأت الملاحظات الأولى على الشركة وعمل الشركة، قضايا عمل غير صحيح غير دقيق. المواطنين اصلا امتعضوا من عمل الشركه وتنفيذها لان هنالك امور بشكل خاطئ. لكن بعد ان مشت الشركه بعملها وفي بعض الاخطاء المسجله عليها من قبل المواطنين، لاحظ انه الارصفه المفروض ان تتبدل، لان هذه الارصفه باعتبار انه اليوم الحكومه سلمتها الى شركه حتى تبدل الارصفه وتجيب ارصفه جديده مثل ما يقولون، ارصفه ديكوريه ما اعرف شنو هذه الارصفه الديكوريه وغيرها. لكن تفاجئنا انه خلوا هذا الحجر المقرنص وكملوا الرصيف، واذا انباوع بهذا الحافات مال الارصفه نفسها موجوده. نفسه. طيب تسالنا نفس الشيء علي، مو نفس الشيء؟
نفسه باقي على حطته، بس فقط انه المقرنص الا بعض يعني شلون ياسر يعني خلينا نقول رجعوها ترجع بعض، هي موجوده القديمه وحطوا بصفها جديده. زين مو اكو فرق، اكو فرق يعني حتى بالجماليه تفرق، انه هذا الرصيف قديم شكل قالب يعني مربع او مستطيل، وهذا الرصيف الجديد هو يبدي بشكل مستطيل. على ايش قد كلفته؟ يعني عندك معلومه عن الكلفه؟ كلفته الجزر الوسطيه هذا المشروع اكثر من 13 مليار كلف الحكومه المحليه، اكثر من 13 مليار 13 مليار دينار عراقي. نعم نعم، على مود عمود ديكوري وعلى مود كم شجره وعلى مود رصيف. زين هسه وانتم بحاجه الى شنو؟ بحاجه الى شوارع. شوف الطامه الكبرى يا ياسر، هسه صرت لك على الشوارع، الطامه الكبرى شنو؟ انه تواصلنا الجهات المعنيه قالوا والله تندر في البلديه انه هم وضعوا بهالطريقه انه ما بها شيء تبقى ولا بها شيء انزيلها. زين انتم تريدون شوارع حديثه، وين الديكورات اللي تريدونها؟ رصيف باقي مستطيل ورصيف باقي بشكل جديد. زين هذا الحسب الناس اليوم سموه ترقع. اليوم اكو مواطنين يطالبون وبشكل كبير من الجهات المعنيه من الحكومه المحليه بعدم تسليم اي مشروع في المحافظه الى الشركات المحليه. خلاص لان جربوا الشركات المحليه فاشله بامتياز، وهاي رجعوها الى شركه محليه اذا تسمح لي. نعم هاي نعم. ايضا هذا المشروع اللي هو اكثر من 13 مليار دينار، الجزرات الوسطيه في الناصريه في رجعت الى شركه محليه. هو شركه محليه وفي ذي قار، وايضا اكو شركات حكوميه هم فشلت بعملها مثل جسر ذي قار او جسر الناصريه الكونكريتي، شركه حكوميه وفشلت فيه. اليوم الناس تقول بدل ما تخلي لي جزره وسطيه وشجار وما اعرف شلون واعمده ديكوريه، مو انا محتاج بمنطقه. اكو مواطن لحد الان يصيح صار له سنوات من يعني يمكن قبل ثلاث محافظين تبدلوا على الناصريه، يصيح يا ابي اريد لي 50 متر تعالوا بلطوا لي هذا الشارع، مو فضنا مو تعبنا مو متنا. اخر شيء قالوا راح نجمع بيناتنا على 100 على 50,000 وخلي نبلط هذه ال 50 متر. الحكومه بعد ما بيها حظ. هذا اللي جاي يقوله نصا هذا الرجل اللي يتحدث عن قضايا التبليط. الناس تعبت، الناس ملت، يعني هاي 13 مليار اللي تم هدرها علي اذا تسمح لي. هذا ال 13 مليار علي اذا تسمح لي، ال 13 مليار اللي تم هدرها على الجزرات الوسطيه اللي هي ما كانت بحاجه الى اعاده اعمارها، يعني كان من الممكن بانه تكفي لتبليط الناصريه باكملها. تكفي لتبليط الناصريه لقضاء مشاريع هي افضل من هذا المشروع بألف مره وليس مره واحده. اكو اليوم مناطق لحد الان تستغيث، مناطق ما وصلتها الخدمات بها ضعيفه، الماي، الكهرباء، المجاري، على جميع الخدمات هي اصلا تعبانه. اليوم هسه احنا اكو مشكله وقضيه جايه تمر بها الناصريه ازمه اللي هي قضيه الكهرباء. قضيه الكهرباء اليوم يعني مديريه الكهرباء فرع كهرباء ذي قار هو تابع للبصره، البصره حسب ما يقولون انه يحالون لنا خمس محولات ما اعرف ايش قد، واليوم المحوله تعطل يودونها للصيانه يبدلوا لها يومين ثلاثه وعطلت. اكو مناطق محتاجه محولات ما عندهم منين يجيبون محولات، اكو ناس تبرعت بيناتها وقامت تشتري. شوف الشيء الغريب، شوف الشيء العجيب، اليوم الناس بينها قامت تجمع وتشتري. ليش؟ لان ايسوا من الدوله، الدوله بعد ما تقدم خدمات، الدوله اصبحت عاجزه على لسان المواطنين. زين علي انتم هسه تتحدث عن الخدمات، محافظه ذي قار بامكانها ان توفر هاي الامور، يعني موجوده المبالغ عندها بدل ما ترميها هذه المبالغ على اشياء تافهه، خلي تركز على الاشياء المهمه اللي تخدم المواطن. شنو السبب؟ ليش هيك دا يتم التخطيط بصوره سلبيه مقصوده؟ ياسر انا اقول لك فد معلومه، احد الشركات اليوم في الناصريه سلموها مشروع وطلعت هي اصلا بالقائمه السوداء مع الشركات، سلموها مشروع، سلموا هذا المشروع لغير شركه، طلعت شركه وهميه، والمشروع صار له سنوات لغايه الان اكثر من 10 سنوات هو على حطته هذا المشروع. زين الكوميشنات والمحاصصه والصراعات اللي تحدث الان بين اطراف في المحافظه، المواطن هو مشخصها اصلا. هذا الكلام اليوم انا يعني جلست مع اغلب المواطنين، مع يعني ثله طيبه تحدثت بهذا المشروع. اذا المواطن يعني حتى الانسان المثقف ينهار من يتحدث عن المشاريع. ليش؟ لان يقول لك الفساد يابا صار علني. هذا كلامهم ياسر، انا اليوم ما اتحدث من جيبي ولا من نفسي، اليوم انا امانتي ان انقل كلام المواطنين. اليوم الناس بدها تقول لك هذا خلص الفساد بدا في الناصريه واصلا ما ينتهي وما لحد، ما نريد بعد اي شركه محليه لان جربنا الشركه الحكوميه فاسده
وما تعمل بشكل جيد، والدليل جسر ذي قار الكونكريتي حتى بتعبيرنا العامة ما خلص الأربعين مالته وبدت الصيانة ودخل من جديد. شنو الأغراض؟ الله أعلم. زين، الشركات المحلية نصها وهمية ونصها فاسدة ونصها محاصصة وما تشتغل زين، وحتى المشروع من يكمل يبدأ المواطن يسجل ملاحظات على هذه المشاريع. زين، الناس ما تريد، بطلت الناس، بطلت من هذه المشاريع. سؤال جدا مهم يوجه أهالي الناصرية للسيد محافظ ذي قار الدكتور أحمد الخفاجي على لسان المواطنين. حضرتك التقيت بناس من داخل وخارج العراق، شركات وأصحاب أعمال مستثمرين، أنه على أساس يطورون الواقع الخدمي في المحافظة. الناس بدأت تسأل وين صارت هذه اللقاءات؟ أنت مو قلت راح تجيب الناس وتشتغل بذي قار؟ ليش لغاية الآن ماكو أي واحد يشتغل بذي قار؟ الناس بعد ما تقتنع بأي عمل تعمله الشركات المحلية خاصة في ذي قار بالعراق بأكمله. ليش؟ لأن أصلا عمل الشركات غير جيد. هذه البصرة، محافظة البصرة عندها شركات وطنية بدأت تشتغل بشكل صح. إحنا نطلب من الشركات اللي موجودة على لسان المواطنين، الشركات اللي موجودة الآن في محافظة ذي قار، أن تعمل بإخلاص. اليوم أنتم مو غرباء، اليوم أنتم مو جايبينكم من غير دولة، لو من غير يعني، اليوم أنتم أبناء البلد، أبناء هذه المحافظة. يعني أنت هذا الشارع ما راح تمر بيه بعد يومين ثلاثة، ما تخجل. نعم يا علي، وصلت الفكرة، وصلت الفكرة بالكامل، وإن شاء الله يتم محاسبة المفسدين والفاسدين والمقصرين بخصوص المشاريع الاستثمارية والخدمية في محافظة ذي قار. حياك الله يا علي، شكرا. وتبقى مشكلة المشاريع الصناعية المتوقفة واللي يعانون من عندها أغلب العراقيين، لأن هاي المشاريع لو تم إعادة تفعيلها وعملها راح تقلل بنسبة كبيرة من البطالة، وبنفس الوقت راح نشوف بأنه أكو منتج عراقي. لكن مع الأسف المعامل والمصانع، هاي الكلام اللي نعيده أكثر من مرة وانتوا تسمعون وتدرون، لكن ما أدري، انتوا غايتكم تهدمون العراق، وهدمتوا العراق، دمرتوا العراق. انتوا صدق يعني سويتوا العراق تراب، لا صناعة، لا تجارة، لا اقتصاد، لا نفط، لا خيرات، كلها انتوا أخذتوها ونطيتوها، إذا مو بجيبكم فخليتوا الدول المجاورة اللي انتوا تابعين إلها خليتوها تستفيد من خيرات العراق وبرأس العراقيين. جبناها من 2003 والحد هذا يومك نسمع بخيرات العراق لكن ما شايفيها ولا نعرفها. شنو السبب؟ ليش؟ منو يتحمل المسؤولية؟ ما أدري، المواطن العراقي هو يتحمل المسؤولية؟ والله ما ندري، ما ندري شنو هالغيمة السوداء هاي اللي جت على العراق وباقت كل شيء بي. والسياسيين قرة عينكم، نبارك لكم، نقول لكم هي نقطة وقعت خلاص من عندكم، بعد ما تصير شارة. الحل فقط في الانتخابات القادمة، المواطن هو فقط اللي يختار مصيره. وصدقوني هاي الانتخابات تختلف، مو محسومة ولا مبيوعة ولا راح يصير بيها تزوير، لا، هاي الانتخابات تختلف عن الانتخابات السابقة، لأن أكو بيها إشراف أممي ورقابة أممية، وإذا صار بيها تزوير وإذا صار بيها تلاعب، إذن هذا هو نقر السلام وصدق خربان. خلينا ننتقل إلى كربلاء مع مراسلنا طارق الخفاجي، يتحدث لنا عن المشاريع الصناعية المتوقفة. صباح الخير عليك يا طارق. صباح الخير عليك يا طارق. صباح النور أستاذ ياسر، عليك وعلى مشاهدي قناة الرشيد الفضائية وبرنامج الرشيد والناس. اليوم بالتحديد أنت وين، من وين اليوم طارق؟ وشنو هذا اللي بظهرك؟ الآن أنا متواجد في المنطقة الصناعية في قضاء الحر. هذه المنطقة اللي تم يعني توزيع، يعني تخصيص أراضيها لإنشاء مشاريع صناعية عن طريق بلدية كربلاء حسب قانون بيع وإيجار بدلات، قانون بيع وإيجار أراضي التابعة للدولة. هذه المنطقة الصناعية من المناطق التي تعاني نقص الخدمات، يعني هي مو نقص خدمات، عدم خدماتها. أصحاب المشاريع الآن هذه المنطقة بعدما
بعد ما وقعوا العقود مع بلدية كربلاء لإقامة مشاريعهم الصناعية، تفاجؤوا أنه من إجوا إلى أرض الواقع هذه المشاريع أنه ما موجودة فيها خدمات هذه. نعم. لا منطقة تقع شمال شمال شرق كربلاء، أصحاب المشاريع هنا يعانون، اللي كيد معمله وصل مرحلة معينة توقف، مرحلة معينة وتوقف، واللي كمل معمله الآن يعتمد على المولدات الأهلية في توفير الطاقة الكهربائية، ويعتمد على خزانات في نقل. مشاكل كثيرة يعاني منها أصحاب المشاريع الصناعية في محافظة كربلاء، وهذا يوم خير دليل واضح على طالب الحكومي ولهذا القطاع المهم. اليوم يعني راح تنضم ويانا احد الفنيين في هذه المنطقه. نعم. استاذ حاتم راح ينضم معنا للحديث عن المشاكل اللي تواجههم في هذه المنطقه وكيف صار وياهم وين وصل الحال. مرحبا. اليوم حدثنا عن قناه الرشيد وفلسفتها، ونشكر هذا البرنامج الرشيد للاهتمام قضايا وشؤون. أخي إحنا نعاني من الكهرباء، نعاني من الماء، يعني إحنا نعاني ما يقارب 70 معمل تقريبا، 25 أكثر من معمل مشيد الآن وبدوا يتوقفون، يعملون يعني ما يتكلم يعني أكثر من 10 مابين في قسم من عندهم زين مشيد نص البناء وتوقف، وقسم شيد المعمل مالته وتركه، وقسم من عندهم اللي يشتغل شاف الوضع انه ما يصرف. يعني احنا الان اعتمادنا على الكهرباء، الكهرباء اصلا هي شبكه كهرباء نهائيا ما موجوده. احنا تفاجئنا عن العقود وهاي، وجينا هنا على اساس كهرباء ومي طرق توصل. يعني انت الان معاناه كثيره، لكن المعاناه الاهم هي الكهرباء. يعني احنا هسه حاليا نشتغل على مولدات الديزل، ابسط شيء انه احنا نشتري الغاز بسعر بسوق السوداء يعني ما يقارب 700 الى 650 دينار لتر، يعني ضعف سعر الدوله. يعني مبادره الدوله ابسط شيء انه ينطونا مثلا الغاز هذا مدى يصير. يعني ودي اشوف انت الوضع هنا قدام عينك في حساب طارق، انت مطلع يعني على الوضعيه كيفيته، وهذا اكثر من لقاء شفنا طالبنا. وللعلم يعني قانون هيئه الاستثمار رقم 20998 زين يلزم الحكومة توفير الخدمات من ماء من كهرباء من كافة الخدمات لكل البنى التحتية من مصانع وغيرها إلى ذلك. زين فماكو شيء، احنا شدنا وطالبنا وهاي صار فينا، احنا نعاني من هاي المعاناة. لسه احنا يعني باقين صراع من اجل البقاء. زين انا شلون اقدر انافس المنتج المستورد؟ انا شلون اقدر انا دا اشتري الكاز بسوق السود؟ كهرباء ما عندي، مي ما عندي، كل دا اشتري يعني سوق سوداء، يعني سوق السوداء. زين إضافة إلى المعرقلات الأخرى من دوائر الدولة، الروتين هذا اللي هو بكل دوائر الدولة، تروح تأخذ كتاب إعفاء إنه للقمارك، كتاب إعفاء تأخذه في شهر الثاني، يوصل بشهر العاشر في الحدود، أبو الحدود يقول لك أنا ما تعمل وياك إنه أنت عندك إعفاء، أنا يوصلني كتاب يعني الله يوصل له. زين يعني بعدين إنه في شهر العاشر لازم بداية السنة تجدد كتاب، تروح تجدد نفس الحالة هم شهرين شهر الثالث يلا ملك الكتاب هم يوصل. يعني انت هاي 8 شهور او 9 شهور انت تدفع قمارك. زين تدفع قمارك انه انت حالك على اللي مستورد يعني في الشهر انت استفادت من الكتاب. زين واحنا كل اللي يعني كل الامور احنا ما يعني يعني كل الامور احنا كل الابواب طرقناها، لكن فائده ماكو الى الان اي فائده. زين وهذا يعني ما يعني هذا الاهمال، اهمال للقطاع الخاص. شنو سبب يعني اكو جهات مثلا طارق لمن يحملون المسؤوليه؟ لمن يحملون يعني المسؤوليه؟ نعم زميلي سؤال ياسر، لمن تحمل المسؤوليه هذا التقصير؟ تحمل المسؤوليه الحكومه الاتحاديه والحكومه الاتحاديه، يعني هذا قطاع خاص، قطاع خاص يكون يعني هذا المفروض يعني تندعم ما يعني دفع الدولار. شنو السبب؟ السبب انه الاهتمام بالقطاع الخاص الحمد لله والشكر، ما نشوف اي اهتمام، بالعكس اسوء يعني يوم بعد يوم اسف. زين بروتين وامور يعني وقوة. لكن هسه يعني طالب في احنا نريد الكهرباء، نريد الماء، يعني تدري انت اكو معاناه. انا لما السيارات النقل
المادة الأولية أسويها. تجي من برا تجي معاناة الشتاء إنه أنت بس الطريق لما جيت يمكن مريت طريقة شفت إنه الطريق شلون ملقى يعني بالسيارة الصغيرة ما تقدر تمشي. بس معاناة أخي أنا أضطر أوقف المعاناة. طارق الأخي طالب بالكهرباء والماء، إذا تسمح لي قد صار لها مقطوعة عليكم الكهرباء والماء؟ يعني ماكو يعني نعم لا طريق هناك سؤال يسألك أستاذ ياسر. ما هي المده اللي معنا كم سنه صار مقطوع الكهرباء والماء؟ هاي صار تقريبا ما يقارب الاربع سنين او اكثر. زين انه انا هسه يعني مضطر انه انا يعني هواي معامل توقفت هواي معامل وسط حضرتك انه تفتر عليهم كلهم يعني انا ما يقارب 70 او اكثر من 70 معمل اللي شيدت يعني اللي بدا بالنص واللي كمل واللي يعني مثلنا اشتغلوا وقف واحنا هسه حاليا يعني امين راح نوقف العمل ما يصرف لي اخي انا ما اقدر انا المنتج او المستورد اللي يجيني ما اقدر انا عندي كهرباء ادفع يعني سوق سوداء يعني انا المولده يعني يوميا انا 2000 الى 3000 لتر انا اشتري من السوق السوداء غاز زين يعني انا اشتري المي تناكر يعني من المستفيد من المستفيد طارق من المستفيد من 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 ايقاف هذه المعامل التابعه للقطاع الخاص متعمد يعني نسالك ما هي الجهات المستفيده من هذا ايقاف هذه المعامل؟ والله هي الجهات يعني المستفيده انه ماكو احد انه يعني شوف انت هسه ليش ماكو دعم لازم اكو جهات تعرقل هذا الشيء ومو بس اني يعني الاف الاف مثل بكل العراق زين احنا بدنا ندفع هسه اخي ندفع بدل الايجار يعني احنا بلديه الحر كل محافظات العراق بدل الايجار المتر المربع الواحد 500 دينار احنا 1500 دينار زين احنا من نروح ندفع ايجار مخالف الضوابط نعم اكيد مخالف الضوابط زين ثانيا انه احنا نروح ندفع ايجارات نعطي خدمات ناحيه انه نظافه وغيرها وغيرها وين الخدمات تاخذ من عندي فلوس خدمات وين الخدمات انت تحط الكاميرا مالتك هسه شوف المنطقه شوف المنطقه زين يعني معاناة اخي مؤلمة يعني احنا ما طالبين في شيء انه خارج القانون احنا ناس نريد كهرباء توصلنا نريد نشتغل نريد زين هذا انه المعمل مالك كان الى 50 الى 60 عامل زين هسه انت 30 عامل عندهم تسرح دولة تقول لي صح ولا لا زين الحل شنو هو يعني احنا بالتالي تكون بطاله بطاله المعامل كسب يد العامله اليوم انا هسه حاليا انا حاليا عندي بطاله مقنعه يعني عندي عمال قاعده يعني انه شوف انه تنظر الى عائلته يعني انه الوضعيه اللي سيئه سيئه تعطانا خذيت منه الباقي انه تعمله اشوف يقدر يشتغل نعم طارق نعم ما عندي صار لي اربع سنين اصارع زين هسه هاي بالسنه الاخيره نعم يعني هاي سنه 2021 يعني اذيه مو طبيعي بس اذا شفت الوضع انا المعمل الان كانت انا يعني انتظر انه يعني كلش اقاوم مناشدت وردت جيت زين وغير يناشدوا نعم زميلي نعم طارق يعني انتم الواقع واقع حال الى حد هاي اللحظه مو فقط القطاع الخاص والمعامل انتم ايضا كمواطنين يعني تعانون بكربلاء من الماء والكهرباء مو صحيح لو انا غلطان نعم زميلي ياسر يعني احنا قبل البارحه قبل فتره يعني زرنا بعض المناطق في كربلاء هذه نعم. المناطق انعدام الخدمات الاساسيه اللي يحتاجها المواطن اللي هي الكهرباء والطرق والخدمات البلديه خصوصا المناطق اللي تقع في اطراف في يعني بعيده عن المركز نعم الاحياء ليست في مركز المدينه يعني هناك تشوف اكو مركز المدينه دائما تكون بخدمات لكن الاحياء اللي تقع بالاطراف كلها تعاني في الاهمال الحكومي المتعمد الله يكون بعونهم الله يكون بعونهم يا طارق أنا أشكرك شكرا جزيلا لك مراسلنا طارق الخفاجي من كربلاء شكرا لك قبل ما أنتقل إلى موضوع تحدث به السيد مدير صحة الكرخ خلينا نشوف هذه المناشدة للطفل حسين اللي محتاج إلى عملية لزرع النخاع الشوكي خلينا نشوفها سوا وإن شاء الله نقدر نقدم لشي عليكم ورحمة الله أنا اسمي حسين من محافظة بابل أعاني من مرض الثلاسيميا كان عمري سنة ونص حاليا عمري 16 سنة فقبل سنتين التهبن عندي الغدد اللمفاوية فراجعت هواية أطباء بالعراق قالوا لي هذا التهاب بسيط ويروح بالعلاج فظليت خلال هاي السنتين أخذ علاج وما خف الالتهاب أو ما راح
فقررنا نروح التركية نتعالج حتى أسوي عملية زرع النخاع. فمن جيت التركية بعد الفحوصات والتحاليل اللي سووا لي اكتشفوا اني انا مصاب مرض السرطان مرحلة اولى. فالمبلغ اللي كنت لامه حتى نسوي بيه العملية زرع النخاع انصرف على مرض السرطان. فتعالجت مرض السرطان حاليا جمعت العملية وما المبلغ ما يكفي. فاحنا بعنا بيتنا بالعراق وما نملك بعد اي شيء بالعراق. فالدكاترة قالوا خلال شهرين اذا ما تسوي عملية زرع النخاع يرجع لك مرض السرطان. فارجو من الناس الخيرة والناس الطيبة انه تساعدني حتى اخلص من هذا المرض. ان شاء الله يا حسين يوصل صوتك الى اهل الخير ويقدرون يقدموا لك المساعده. وبالوقت نفسه احنا ايضا راح نتواصل وياك ونقدم لك هلقه اسماء الله. الاستهتار بالوضع الصحي ما زال مستمر في العاصمه. السيد مدير صحه الكرخ يتحدث عن مسبح اليرموك المفتوح وحمل الجهات الامنيه المسؤوليه الكبرى. الجهات الأمنية اللي ماسكة الأرض واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية أوصت سابقا بإغلاق النوادي وقاعات المناسبات والمسابح ومنع أي التجمعات البشرية للحد من انتشار فيروس كورونا، لكن بلا فائدة والأعداد تزداد وحالات الوفيات أيضا تزداد. هنا استهتار كبير من المواطن، والمواطن ما مهتم ولا داير بال، وبنفس الوقت اكو خلل بالأنظمة الرقابية او الأجهزة الأمنية اللي المفروض هي تراقب. المفروض اكو لجان تتكون من الصحة ومن القوى الماسكة للأرض وتطلع تحاسب. يا اخي حاسبوا بقوة، خلي تكون قراراتكم صارمة. شنو السبب؟ ليش النوادي مفتحة والقاعات مال عراس وحفلات دصير؟ أوديكم أخذكم بيدي يا وزارة الصحة والمسؤولين على رأس وزارة الصحة وأفركم وشوفكم. سيد مدير صحة الكرخ حكاها بكل صراحة، قال المسؤولية تقع على عاتق القوات الأمنية. يعني الناشد بيها السيد وزير الدفاع والسيد قائد الفرقة السادسة، وبنفس الوقت الناشد السيد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة السيد اللواء يحيى رسول، خلي يوصل الخبر لهم. وأكيد أنا متأكد من عمل هذا الرجل بأنه راح يتخذ إجراء. موجودة النوادي مفتوحة. مثل ما ذكرنا المفروض اكو اجراءات تكون من قبل وزارة الصحة. طيب خلينا نتحدث عن التمثال الراحل الكابتن احمد راضي عندما تم نصبه في تقاطع الاربع شوارع، واللي المفروض يكون اليوم ضيفي النحات، لكن ما ادري توعدنا ودا اتصل عليه ما دا حصل حتى نسمع من عنده شنو السبب ليش رفعه. خلال المعلومات اللي قدرنا نحصلها بأن السيد أمين بغداد قال هذا التمثال يشوه العاصمة ويجب أن تكون هنالك مقاييس عالمية لإنشاء تمثال ووضعه بمثل هذا المكان. أنا وياكم بأن التمثال مكانه يعني غلاق كان، والمفروض تكون إلى فخامة أكبر وبالأخص إلى الكابتن الراحل أحمد راضي، يعني اللي مثل المنتخب العراقي ومثل بلده لسنوات كبيرة وكثيرة ورفع العلم العراقي. فالمفروض يتم الإرسال على هذا النحات ويتناقشون وياه ويتداولون وياه ويشاركوه بالفريق اللي راح يقوم بعمل التمثال للكابتن أحمد راضي، وبأنه راح يخلوه بهذا التقاطع لأن هو تعب من اشتغل وصار له أكثر أتوقع من شهر أو 20 يوم هو دا يشتغل بهذا التمثال. فالمفروض نثمن جهوده
وما نقلل من عدها، لأن هاي تعتبر من الكفاءات العراقية. تحياتنا إلى السيد النحات خليل خميس، وأيضا بنفس الوقت نتمنى من أمانة بغداد بأنه تشرك بعمل قادم لنصب الكابتن أحمد راضي. قبل ما أختم أخوان، أريد أتحدث فد عبرة وقصة بسيطة عن أحد ملوك العرب اللي حكم على نجار بالموت بسبب عدم إنجاز العمل المكلف إليه بالفترة المعينة اللي طلبها الملك من عنده. تسرب الخبر من الحبربشية مال الملك وانتشر ووصل للنجار. يا روح ما بعدك روح، النجار بقى الليل كله يرجف وخايف، وكل ما يريد ينهزم من البيت ويطلع مرته تقول له لا لا تطلع، صفن عليها وقالها يا ام فلان مباشر راح يعدموني. جاوبتها مرته وقالت له نام مثل كل ليله، الرب واحد والابواب كثيره. لحد ما نزلت الطمانينه على قلبه بسبب هذه الكلمات ما زوجته، وفت عينه وما فتح الا على صوت دقه الباب. باوا على زوجته بنظره تئس ووداع وندم وحسره لان صدق بكلامها. خلاص صار امام الامر الواقع، فتح الباب وكل جسمه يرجف من فوق لجوا من الخوف، وصاروا الجنود بوجهه مد ايده لهم حتى يعتقلوه. استغربوا وقالوا له ابو فلان الملك مات، ودزنا مستشار الملك عليك يريد منك تصنع له تابوت كبير ويليق بالملك، لان انت احسن نجار بالمملكه. تغير لون وجهه واخذ نفس ورفع ايده الى الله سبحانه وتعالى وقال له ربي انت وحدك من ينقذني من الظالمين. العبره يا مشاهدينا يرهقنا التفكير بحال بلدنا، لكن الله وحده من يملك التدبير. وقبل ما اريد اختم، أريد أذكركم من اعتز بمنصبه خلي يتذكر فرعون وشنو اللي صار بنهايته، واللي اعتز بماله خلي يتذكر قارون. فالعزة إلى الله وحده سبحانه وتعالى. في أمان الله.